كتاب هكذا ظهر جيد صلاح الدين وهكذا عادت القدس من الكتب المهمة جدا اللي بتفهمنا موضوع الثنائية الإلهية صراحة. هذا الكتاب بيسلط الضوء على فتح القدس. كلنا بنعرف انه صلاح الدين الأيوبي هو اللي كانت على يده فتح الأقصى بعد زمن الصحابة، لكن الشيء اللي بجوز أغلبنا ما بيعرفه هو الأجيال اللي كانت قبل زمن صلاح الدين الأيوبي. زمن صلاح الدين الأيوبي هو كان زمن النصر، لكن قبله كان في جيل جيلين هن زمن الإعداد، وهي الفكرة بالذات لابد نكون واعيين عليها وخاصة بهذا الوقت. نسأل الله العظيم انه الزمن اللي نحن فيه يكون هو زمن النصر وزمن فتح الأقصى مجددا، ولابد انه تنكشف هي الغمة عن الأمة. إذا ما كان هذا جيل النصر فأكيد حيكون إن شاء الله جيل الإعداد ما قبل النصر. الملفت للانتباه بقصة فتح الأقصى على يد صلاح الدين الأيوبي انه ما كان الجهد الأكبر على زمنه، صراحة كان في أجيال قبل عم تعد ممكن بشكل أكبر، ما كان واضح الأثر تبعها، لكن كان جزء أساسي من النصر. بالنهاية كان النصر على إيد صلاح الدين الأيوبي، وهذا الأمر حيتكرر مع كل زمان. النصر صراحة هو مجموعة من الناس ومجموعة من العوامل اللي حتجتمع كلها بالنهاية لتظهر على يد جماعة أو يد إنسان، لكن المدرس والمربي والشيخ والأستاذ وكل الناس اللي عم تساهم خلال الأجيال الماضية كلها إن شاء الله هي جزء أساسي من النصر، والإنسان بيحتسب أجره دوما عند رب العالمين سواء شاف النصر او ما شافه. وقت الانصار رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في عده اتفاقيات، من احد الامور النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا عليها هو انه يمنعوه ينصروه ويقاووه، يعني فتحوا جبهه بالمدينه كلها اللي هن كانوا قاعدين فيها، وبنظر البعض انه ما كان فيها شيء. سالوا النبي صلى الله عليه وسلم انه ماذا علينا؟ شو الشيء اللي حنحصله بعد ما نقاويك وبعد ما ننصرك ان شاء الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوابه واضح ومختصر جدا، ولابد انه نعي هذا الجواب، قال لكم الجنة، يعني ثوابنا الاساسي هو بالجنة. اما بالدنيا ممكن الانسان يشوف النصر وممكن لا، ممكن هو يشوفه او ممكن اولاده او ممكن احفاده، لكن الشيء الاهم انه يكون جزء من هذا النصر.